بسم الله الرحمن الرحيم. وحضرة النهاردة هنتكلم على derivative of نفسلين و example من ال derivative اللي هو النفسي الأمين. قبل كده كنا خدنا النفسل اللي هو ارتباط النفسلين بمجموعة OH أو الهيدروكسي. هنا هناخد النفسي الأمين اللي هو ارتباط النفسلين بمجموعة أمينو اللي هي NH2. عندي نوعين، يا إما تبقى مجموعة الأمينو عند البوزيشن نمبر 1 أو بسميه ألفا في الكامبوند نيم ويبقى اسمه وان نفسي الامين او الفا نفسي الامين، او عند البوزيشن نمبر 2 وبسميه تو نفسي الامين او بيتا نفسي الامين، وهو طبعا البوزيشن نمبر 2 اللي هو بيتا. طب النفسي الامين اللي هو وان نفسي الامين، طريقة طرق تحضيره ليه 3 طرق. اول طريقة عن طريق الريدكشن اوف نيترو نفسالين في وجود الايرن والهيدروكلوريك اسيد، دي كوميرشال يعني طريقة تجارية أو عامة. طبعا أنا عارفة إن مجموعة النيترو بالريدكشن بتتحول ل NH2. تمام، في طريقة تانية باي هيتنج وان نفسه ويز أمونيا، تسخين الوان نفسه مع الأمونيا في وجود الأمونيوم سلفايت عند 150 درجة وأندر بريشر، والطريقة دي اسمها بوخرر رياكشن. تالت طريقة باي هيتنج وان نفسه ويز أمونيا أند زنك كلورايد عند 260 درجة، ادي الواد نفسه في وجود الامونيا تسخينه مع الامونيا في وجود الزنك كلورايد، والزنك كلورايد هيديلي واد نفسيل امين. بالنسبه للبروبرتيز اوف واد نفسيل امين، الفيزيكال عندي كلرليس سوليد ملتنج بوينت 50، التيرنس براون والاكسبوزر تو اير. تمام، واد نفسيل امين از اونلي سلايتلي سولبل ان ووتر، مش حاجه في الميه، ولكن بيدوب في الايثانول والايثر وليه رائحة كريهة أو رائحة مش حلوة. يعني بالنسبة للكيميكال بروبرتيز، الوان نفسها الأمين بيشبه الأنيلين في تفاعلاته أو في خواصه الكيميائية. أول حاجة إن هو عنده بيزك كاركتر، ودي بتظهر لما النفسها الأمين بيتفاعل مع الأسيد بيديني الإيه الأمونيوم سولت. فأنا دلوقتي الوان نفسها الأمين is weak base it dissolve in acid to form corresponding salts، بيدوب في الاسيد وبيديني السولت. وان نفسها الامين زائد اتش سي ال، طبعا انا عندي ال NH2 عليها لون بير، النيتروجين عليها لون بير، وهنا اتش سي ال اتش بوزيتيف وسي ال نيجاتيف. الاتش بروتون ده بيربط مع اللون بير بتوع النيتروجين ويديني ال اتش 3 بوزيتيف سي ال. طبعا البيزك كاركتر لاي مركب عضوي بتظهر من نتيجة قدرة المركب ده على الارتباط بالبروتون. تمام، فانا عندي بيقول لي السبب في اني الوان نفسي الامين بيعتبر ويك بيز اني اللون بير، اللون بير اوف الكترونز اللي على النيتروجين. تمام، بيبقوا متاخدين بيدخلوا جوه الريزونانس بتاع الحلقة، فبالتالي هما مش على طول افيلابل ان هما يرتبطوا بالبروتون. يبقى نتيجة دخولهم جوه الريزونانس اللي هو بيقول لك نيتروجين زالون ذات زالون بير اوف الكترونز اون نيتروجين از انفولفد ان ذا فورميشن اوف ذا ديكولايزد باي مولكولار اوربيتال، بيدخلوا في اللي هو الريزونانس بتاع الديكولايزد باي مولكولار اوربيتال. تمام، اند از نوت ريدلي، وهم في الحاله دي لما بيدخلوا في الريزونانس بتاع الحلقه بيدخلوا جوه الحلقه وبيمشوا مع الدولوكالايزد باي مولكولار اوربيتال اللي هو الباي بوند، طبعا دي المفروض انها باي كونجوجيتد باي بوند، فبتفضل بتتحرك. احنا عارفين ان الباي بوند بتبقى مش ثابته في مكانها وبتتحرك نتيجه الريزونانس، فبالتالي اللون بير اللي هم المفروض هم هيرتبطوا بالبروتون مش فاضيين، او بيبقوا في الحاله دي not available for the formation of new covalent bond with proton. تمام، برضو الوان نفسها الامين اقل في البازستي من الانيلين. تمام، الانيلين 4 و6 انما نفسها الامين 3 و9. طبعا ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان الديلوكاليزيشن في حالة الوان نفسها الامين اكتر من حالة الانيلين. تمام، يعني انا عندي هنا بالمقارنة اهو، ده الوان نفسها الامين وده الانيلين.
هنا اللون بير لما بيدخلوا في ديلوكاليزيشن بتاع الحلقة في حالة النفسية الأمين، اللون بير بيلفوا على تو رينج. الديلوكاليزيشن اوف باي الكترون بيبقى خلال تو رينج، يعني بيقعد فترة طويلة اللون بير في الكترون جوه الحلقة، تمام. اما في حالة الانيلين هي بتبقى وان رينج، تمام. يبقى هنا اللون بير بيبقوا ليس افيلبل لون بير، يعني ما بيقعدوش فترة طويلة از لون بير، لا ده بيدخلوا جوه الديلوكاليزيشن اللي جوه الحلقة. اما هنا طبعا لما يكون حلقة واحدة غير حلقتين، يعني وان رينج غير تو رينج، يبقى هنا بيقضوا اللون بير فترة اطول جوه التو رينج، اما هنا اقل، فبيبقوا مور افيلابل لون بير عشان يرتبطوا يعملوا كوفيلانت بوند مع البروتون وبالتالي تظهر الاسيديتي. طيب فهو هنا بيوضح لي بيقول لي ان وان نفسها الامين ذا لون بير اوف الكترونز اون نيتروجين از لوكالايزد اوفر تو رينجز، يعني في حاله الوان نفسها الامين اللون بير بتتحرك فوق تو رينجز. whereas in aniline it is delocalized over one ring. اما في حاله الانيلين بيبقى اللون بير بيتحرك جوه one ring او فوق one ring. as a result the lone pair in one of cell is even less available for formation of new bond with brood. يبقى في حاله النفصايل اللون بير بيبقى less available، اقل انه يعني اقل ان هو يبقى متاح عشان يرتبط بالايه بالبروتون. طيب بعد كده في عندي من تفاعلات برضو الوان نفسها الامين، تفاعل الديازوتيزيشن وان نفسها الامين بيتفاعل مع الصوديوم نيترايت، تمام، في ان اكسس اوف هيدروكلوريك اسيد عند ده من 0 ل من 0 ل 5 درجه سيليزيوس عشان يديني وان نفسايل ديازونيوم كلورايد اللي هو تحضير الديازونيوم سلطه طبعا من الامين، بيبقى في وجود صوديوم نيترايت و HCl ودرجة حرارة منخفضة بيديني الديازونيوم صولت، بيديني طبعا هنا نتيجة الديازوتيزيشن اوف وان نفسال امين بيديني وان نفسالين ديازونيوم كلورايد. طبعا الديازونيوم كلورايد معروف انه بيعمل كابلينج مع الفينول او الاروماتيك امين، فانا بالنسبه لي ممكن اخد في تفاعل الوان نفسالين ديازونيوم كلورايد في وجود السي يو بي ار. طبعا من التفاعلات اللي ممكن يعملها الديازونيوم صول انه بيتفاعل مع السي يو بي ار ويديني بي ار، تمام، يديني اللي هو الهالوجين منه، تمام، وبعد كده يتفاعل مع الام جي بيديني اللي هو جرينيور، اقدر بعد كده عن طريق الام جي بي ار ده اكبر المركب، افاعل المركب مع حلقات تانية او مركبات تانية وبكبر المركب بعد كده. وطبعا انا قلت ان برضو من التفاعلات اللي بيعملها الديازونيوم سولت اللي هو التكوين اللي هو ازو كابلينج مع الفينول والامين. اكزامبل على الازو على الازو كابلينج، وان نفسال امين رياكت ويز بنزين ديازونيوم، ادي الوان نفسال امين فاعل مع بنزين ديازونيوم كلورايد ان ويكلي الكالين سوليوشن عند من 0 ل 5 بيديني 4 فينايل ازو وان نفسال امين. من التفاعلات الخاصه بالوان نفسال امين برضو اللي هو سلفونيشن، بيتفاعل فيه الوان نفسال امين مع السلفيوريك اسيد عند درجة 140 عشان يديني حاجة اسمها مركب اسمه نفسونيك أسيد. طيب النفسونيك أسيد بيستخدم في صناعة الكونجريد، والكونجريد ده عبارة عن صبغة ضاي. بعد كده عندي برضو تفاعلات الريدكشن، الريدكشن هو الاختزال، وان نفسيل امين بيحصل له ريدكشن في وجود الصوديوم والايزوبنتانول عشان يديني اروماتيك تترا هيدرو وان نفسيل امين.
طبعا انا بحدد الحلقه اللي مرتبط بيها الفانكشنال جروب اللي هي ان كانت الامين او الاو اتش وبحددها. فانا لما بعمل ريدكشن في حلقه فيهم هيحصل لها ساتوريشن، فبحدد الامين او الفانكشنال جروب مع انهي حلقه، فبقول اسمها الاول. فانا هنا المفروض ان عندي اروماتيك تترا هيدرو 1 نفسيل امين، يبقى الحلقه الامين عندي مرتبط بحلقه اروماتيك. هو المركب ده كده مكتوب غلط، المفروض يبقى كده. يبقى انا المركب الناتج من تفاعل الوان نفسيل الامين في وجود الصوديوم والايزوبنتانول اللي هو عملية الريدكشن هيديني اروماتيك تترا هيدرو وان نفسيل الامين. يبقى معنى كده ان ال NH2 هي المتصلة بالحلقة الاروماتية، ادي اهي. وطبعا نتيجة ان هو تفاعل ريدكشن يبقى في حلقة من الحلقتين هيحصل لها ساتوريشن، فهي الحلقة اللي حصل لها ساتوريشن والحلقة الأمين متصل بالحلقة الأروماتية، لأن هو قايل لك أروماتيك، والكلمة اللي بيميزها الحلقة اللي بيميزها هي الحلقة المرتبطة بالفانكشنال جروب. تمام، يعني الفانكشنال جروب عندي إن كانت NH2 أو OH مرتبطة ساعتها بالحلقة الأروماتية أهي، والتانية بتبقى بيسميها أسايكليك. يعني أنا لو عندي ال NH2 مرتبطة بالساتيوريتد هنا يبقى ساعتها هقول أسايكليك تترا هيدرو وان نفصيل أمين. الاكسيديشن وان نفسيل الامين ريديوس امونيكال سيلفر نيتريت، بيعمل اختزال للامونيكال سيلفر نيتريت. وحاجه كمان، هو اوكسيدايزد باي كروميوم تراي اوكسايد الاسيتيك اسيد عشان يديني 1.4 نفسه كيلون. وفي تاني رياكشن تاني للاكسيديشن عن طريق الالكالاين بوتاسيوم برمنجانيت، وفي الحالة دي بنحصل على الفيساليك اسيد. يبقى على حسب، نخلي بالنا ان احنا على حسب ظروف التفاعل كونديشن اوف رياكشن بيبقى الناتج مختلف. يعني دلوقتي انا عندي الوان نفسيل الامين في وجود الكروميوم، لما بعمل له اكسيديشن في وجود الكروميوم والاسيتيك اسيد بيديني 1.4 نفسه كيلو، اما لما بعمل له اكسيديشن ان بريزنس اوف برمنجانيت والكالاين ميديوم بيديني فيساليك اسيد. نفسيل الامين بيديني بلو بريسيبتيت وسفيريك كلورايد، وممكن بستخدم النفسية الأمين برضو في صناعة الضاي. وصلنا لآخر حاجة في المحاضرة يا بنات، هو السؤال. أنا عايزة إجابة السؤال ده في التعليقات. تمام، from one نفسون، from one نفسون يعني تبتدي بone نفسون. how can you prepare 4-phenyl azo one نفسيل أمين؟ عايزة الإجابة على السؤال ده في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.